يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين التولي والموالاة أم هما بمعنى واحد؟ لا فرق بينهما في الظاهر، لا فرق بينهما في الظاهر. منهم من يقول التولي هو المحبة في القلب، والموالاة هي المناصرة والمعاونة لهم بالفعل. نعم، وهذا ملازم لهذا، ما في شك أن التولي والموالاة متلازمة. نعم.